راه كيما كشتوني راه شتوني في الخرجه شتوني بحال واحد راه عطيتيه البلج كتهضروا معايا وكنشوف مرفوع مرفوع كتقولوا لي كتقولوا لي حمزه راه كيفاش كتحس باباك غادي يخرج كنقولوا واش هادشي اللي كنشوفوا واش راك شتوك حضرتوا معايا كنقول لكم واش هادشي بصح واش هادشي نيت بصح واش بصح غادي بابا غندوز موراه راه كتعرفوا راه 30 عام راه كنا غادي الاحساس ديال الوالد غادي يخرج اليوم كيفاش كتلقى اللحظات هذه واللحظات راه غادي نعيشوها غنعيشوهم جميع بعد قليل لحظات ماشي ما كنتش كنتسناه ما كنتش كنتسنى هادشي و باش يخرج ونعاودو نهضروا سنتين وانت كتعاني مع الوالد سنتين وما كتعرفش باش هادشي غيكمل سنتين كتعاني وكتسنى وكتصبر وانت غادي وكتصبر وكتسمع التجار في البصر وكتسمع 30 عام ومع ذلك كتنوض وتفيق وكتمشي تشوف الوالد وكتخفف الاحساس ديال الوالدين ديالك او هذه الناس الله راه كيبتالي اللي عزيز عليه قلتها في الحوار اللي قبل قلت لكم راه هادشي راه جهنم راه جهنم والحمد لله راه اليوم راه فخور براسي حيت راه صبرت لهادشي واليوم راه غادي راه كنتسمى خرجت با من الحبس راه كتسمى خرجتي دكتور التازي من الحبس شكون اللي خرجو كيتسمى ولده الكبير خرجو من الحبس حيت هو شكون اللي كيبقى عليه واحد الوقيته المحامي شكون اللي كيناقش معاهم كيبقى انا شكون اللي كيدي شكون اللي كيحل شكون اللي كيشد الدار انا شكون اللي كيتكلف بالصحه ديال جداتنا انا الاخ ديالي انا الاموال البيت انا الاموال اموالهم والدين الوالدين ديالي في عكاشه انا ومع ذلك القراءه ديالي دونك واحد المسؤوليه كبيره واليوم تفرجت محامون نقول اول وحدين عندنا الزهر المحامون ماشي انا اللي اختاريتهم الله سبحانه وتعالى هو اللي اختارهم وجابهم ليا هما اللي طاحوا انا ما اختاريتهمش راه كتعرف الاول باش كتعتقل في شي ميت بحال هكا كاع المحامون ديال الطرف هذا كيجيو عندك ومع ذلك بداو كيجيو وحدين وبداو كيمشيو وحدين وكنقول لك هاد المحامون راه دابا كانوا قبل راه كانوا محامون وكانوا غير خدمه وداك الشيء ولكن راهم ولاو عائله دابا راه كنشوفهم بحال خوتي الكبار وراه وقفوا معايا وراه بيهم راه باش دوزت هادشي راه فوق ما كنت كيجيني الوسواس راه كنت كنعيط لشي واحد فيهم اي واحد في هاد المحامون اللي باش كيجيني الصبر